السلام عليكم وصباح الخير من المجر. ان شاء الله الحين بنسوي تشيك اوت وبنتحرك 200 كيلو الى الدوله الثانيه. بخصوص فندق الانتر، فندق جميل، موقعه رقم واحد على البحر، على البرج، كل شيء عدالك، تتمشى في اي مكان. اللوبي كبير، الريوق ما شاء الله متنوع، يعني 8 من 10 زين، يستاهل الفندق. يعني حاليا هذا افضل جهاز غارمن. طبعا اللي بيسألني بيقول لي ليش افضل جهاز غارمن، شو معنى قلت هذا افضل جهاز غارمن؟ الحين بوضح لكم ليش. الحين لو سألتكم شو افضل ايفون بتقول لي 7. ليش؟ لان اخر واحد. جالكسي بتقول لي 8 لان اخر واحد. فهذا اخر جهاز. ميزة الجهاز يغطي كل اوروبا، يعني الخرائط تغطي كل اوروبا، تحديث مجاني، الشرق الاوسط واوروبا. القبلي كل اوروبا، اقصد اوروبا الشرقيه واوروبا الغربيه. على العموم بحط لكم نوع الجهاز اللي يبغى يصور الشاشه. السلام عليكم من مدينة راتزلافا اللي هي سلوفاكيا، نحييكم ومدينة حلوة شكل. بين المجر وسلوفاكيا ما في حدود، ما حد يعني سألنا انتوا رايحين وين. 200 كيلو الشارع ما شاء الله فنان، صورت لكم اياه. اصور مع هذا اللي شال فار سلفيا. فار عنده هذا المول لاصق الفندق مالنا. مره من الفندق دخل المول، ما شاء الله يعني بلاد اوكي. هذا المطعم بتحصلونه في اماكن كثيره في اوروبا صراحه، اللي يحب الربيان والسمك فنان، اكلهم اوكي. ما شاء الله مول كبير يا جماعة، 3 أدوار ما شاء الله، المول وايد كبير، مرة لاصق الفندق. الجو ما شاء الله مغيم، اظني بعد ساعه ساعتين قالوا امطار، والله يستر ان شاء الله. هذا محل خاص بالقهوه، كل انواع القهوه عنده، اي نوع. قلنا له شو اكثر شيء، قال ابوي مالكوبا احسن شيء عنده.
يسعد لي مساكم. الحين ان شاء الله بروح اهم الاماكن ونحاول نغطيهن لكم ان شاء الله. البلاد كالانطباع الاول زي ما يقولون فنانة صراحة، الجو جميل، امطار ان شاء الله بتينا، وفيه اسئلة كثير تيني، اسئلة كثيرة تيني، شو اسم الفنادق، الاسعار وهالاشياء، وايد تيني اسئلة. في نهاية رحلة بحط لكم كل شيء، اللي مستعمل بيسافر بقول له بخبره. على السريع صربيا بعدها يعني، ولكن شغالين بنية تحتية، اتوقع لهم مستقبل واعد يعني ان شاء الله. المجر شفتوها صراحة متطورة، واحتمال ازورها بعد. سلوفاكيا تونا بادين، بخبركم ان شاء الله. اللي تخبر عن الفيدافون شغاله على شبكه اورنج، اشتغلت بروحها. ها الشارع تقول كانه الرجنت اللي قبل بكدلي، نفس الشارع تقريبا. تشيكوسلوفاكيا طال عمركم كانت دوله وحده، في تقريبا شهر 1/93 او اخر نهايه 92 صارت التشيك بروحها وصارت سلوفاكيا روحها. نحن الحين جينا سلوفاكيا، في عاصمة سلوفاكيا، ما شاء الله بلد جميلة. الجو ما شاء الله جميل، والأرصاد يقولون بتيك ممطار، 90% بتيك ممطار. والفندق اللي سكناه فندق جديد، على فكرة بخبركم معلومة، الفنادق اللي كانت قصور تحولت فنادق تكون فنادق غالية لو قديمة. ممكن تشوف الفندق قديم ولكن غالي وايد لأنه كان قصر وتحول، فالناس تتمنى تسكن قصر تحول إلى فندق يعني. وهني أشوفهم يتعاملون باليورو، مشاكل 50,000 و60,000. المجر تستحق الزيارة، وسلوفاكيا صراحة تستحق الزيارة. على العموم نحن رايحين لأقدم قلعة عندهم. شكله ظاهر اشوفه في النت، اقول شو هذا اخر شيء، هذا هو الحمد لله وصلت عندها. حضرات ما شاء الله طال حصة كده. حق الرماها تنقل مكان مرتفع ويحد يقرب مني يحطون الصمعة. ابوي خلاص 5-6 كيلو في السفر هاي، بنزل درا كبير طالع وين، بس اهم علم عنده ماله. سبق زرت تشيكوسلوفاكيا في 92، يوم زرتهم تفككوا مساكين، كان حتى بروحه مع منتخب الامارات للسباحه. هذه طال عمركم أهم معلم عندهم، يعني كل شعاراتهم في هذا. أصوركم المدينة ما دامنا على التل هالحلو هطلع. جميلة صراحة. بندش المعلم عندهم المشهور انطاع، شو فيه حاول نلتقط لكم بعض الشغلات منه. ما يقولون ما في شيء الشباب،
كأنه مكتوب الله بالعربي. شوف أظن يعني اللي يبغى ياخذ خلفيات ياخذ يا جماعة. صوروا الشاشة على راحتكم، تحطونها في تليفوناتكم، ترى خلفيات حلوة إن شاء الله. ما شاء الله جميلة السلوفاكية. هذه المدينة إن شاء الله يوم واحد، الزلافة هذه يوم واحد، وباكر رايحين دولة ثانية، ولكن هم بعيدة قريبة إن شاء الله. يمكن ما أعطيناها حقها المدينة هذه، ولكن في 4-5 أماكن مخلصين خلال يوم على أساس المدينة اللي بعدها. يسألون عن نوع التليفون، آيفون 7 بلس. كل التصوير هذا في آيفون 7 بلس، صراحة تصويره من الآخر. ها دكتور أصورك؟ بعدني ما صورتك، أصورك الحين؟ 1-2-3. يا سلام يا سلام، شو هالمدن الحلوة هذه؟ يا سلام، تعالوا يا ياي تعالوا، يا سلام. أصورك دكتور؟ يلا 1، لا تضحك، 1-2-3، أوكي خلاص صورتك، يلا روح. يلا أوكي. هذا التطور التاريخي للقلاع. شوف القلعة هذا 1400 طبعا. شوف القلعة هذا 1500 كانت المدينة محصنة. شو كيف كلها حصون دور ما داير. هالقلعة ظني اللي كنا فيها مساء صورناها. هذا نهر الدانوب، هذا مخطط 1820 اللي مسوي لنا آرثر، مواليد 1007 رغم حلوة مواليدها حلوة. هالمخطط شو مرات ترميم طاحوا، كيف مكسرات القلاعة، كيف مراحل الترميم عندهم. جزاك الله خير انت يا اخي. تقول زاخ مسدس مو بزاخ تليفون. شو قلت لك الغالي شو يسوون فيهم؟ قلت الغالي سعره فيه يوم بتأجرها مثلا هايك 70، هاي بتكون 100. اوكي استديو بس اقساط يعني. اوكي دكتور كم سعر رولكس كم حصلت تاني؟ حصلت 31 كم؟ 13,000 يورو؟ يورو بس من غير التاكس فري 48,000 حصلته؟ ايه. عندنا بكم؟ 60,000. ايوه زين 60 يقول. بحط لكم صورة الساعة، اللي يعرف سعرها الله يخليكم يخبرني. يعني هني حصلناها ب 47,000، يقولون في البلاد ب 60، بس خبرونا كم سعرها. ماشي كاميرات بس اظن يتصورون يعني الشكل ولا من القلاع. اخ بالله ربيع نشوف يرجع راجع عليه واسمه السقطان ما ادري شو ياك مسكين. يلا كبر شيء.
دكتور خوز بصور يا اخي خوز دكتور اريد اصور بعدني ما صورت خوز بخذهم نفس الحركه شوفوا كيف مسوي حط يديك ايوه وعده فوق ايوه فوق رتب نفسك ايوه طالع هو طالع فوق تيها طالع فوق ايوه اوكي قايل النظري كل شيء موجود بحطه قايل كوفي دايت طيب ما خليت شيء ما حطيت ما شاء الله ممشى كوفيات جو عالم طابور على هالمحل ما اعرف ليش طلع محل ايس كريم من 1954 هاضمين حق البلاد السياحه كوفيات ومناظر وممشى كل شيء عندهم ما شاء الله الجو ممطر مطر يعني جامد ما شاء الله ترتيب دكتور الدعاء في المطر مستجاب ادعي ارفع يدك ادعي جبر صوب الكنيسه تبى تدعي يا اخي ابكي ويدعون ايش رايك في الجو دكتور والله يا اخي اقول لك جميل ترى اطلع يديك ترى بطلعك بالصوره طلع يديك مره ثانيه تحمل اقول لك شو كل ما بيصف مطر ما نمشي لازم نمشي يا اخي نمشي مطار يا اخي شو شال حلول ها شو هذا كوفي جيب مطبخ هذا الدياي ما تو في العزبه من شو ما تو الدياي من البرد من البرد 54 يقول بردارين ها يا هيسال يا هيسال اليوم ما مشينا وايد متضايقين اما مسافر بيلس في كوفي زي ما خبرتكم وبيلس في ايش في البلاد ابرك كل اسئله عن الفنادق في صربيا كان حياة رجنسي في المجر انتر كونتيننتال وهني باكر اخبرك ساحات مناظر جو شو يا جماعة عاد اسمحوا لي صورت وايد كل ما اقول بصور شوي العالم يقول لا لا صور خذ راحتك طبعا في ناس تستانس وفي ناس تضايق ولكن سكيب سكيب عادي يعني اصور عشان انقلكم كل منطقه اتوقع ناس كثير ما يو المجر ولا سلوفاكيا ولا صربيا فحاول اراويكم البلدان هذه كيف سلوفاكيا والمجر مش اقل عن اوروبا صراحه باللي احنا شفناه مش اقل عن اوروبا صراحه بلدان جميله وشوفوا الجو وشوفوا كيف صراحة الدول هذه تستحق الزيارة وإن شاء الله يمكن أزورها في الشتاء إن شاء الله بنشوف الثلوج اللي فيها كل شيء عندهم طعم السوشي في كل مكان يعني ما شاء الله عليهم كل شيء موجود في هالبلاد يوم تكلم واحد يقول لك انا واقعي هل صح انك تقول انا واقعي ولا مو بصح الناس اللي غيروا العالم الناس الغير واقعيين شله اينشتاين ربعه لانه لازم يقول لو سويته بالطريقه هذه كيف بيكون
الناس الواقعيين يشوفون الناس كيف ماشية يمشون معاهم، يقولك احنا واقعيين ما يطور في حياته ويتم مكانك سر. هاي حارة الدكتور مالنا. طبعا هذا المول ما شاء الله مول راقي ترى، فاللي بيكون واقعي يكون واقعي خلاص، الله ييسر الامور ان شاء الله. خلونا في السياحة احسن. اليوم ما مشينا وايد، اليوم بس 8 كيلو ونص رايحين نسبح. قلت له بربط التليفون فريدي وبسبح به. الحمد لله ما بغرق، يعني 2 متر بروح ما شيء الحق، ما عندي مشكله. الدموع وقاسي ويا ويلي من سعاده، والصبر لسه ساكت ويا ويلي من سكر. خالي جايب لك لي يا ابوي دش. بعد المسبح والسونا صراحه جاي سنه يوع مو طبيعي. شاء الله في الفندق ان شاء الله.